عشية القمة في نواكشوط، الوزراء العرب يتعهدون هزم الإرهاب. هل يسلم شقيق فضل شاكر نفسه للجيش؟ أهالي وادي خالد لن نموت على أبواب المستشفيات. وأي مستشفى ما بيستقبل مريضنا اللي بحالة طارئة راح نفوته بالقوة، إذا نضطر كلياتنا نفوت على الحبس، كسر المستشفى ونفوت على الحبس، ما عندنا مشكلة. أهلا بكم. غادر الرئيس تمام سلام برفقة الوزير رشيد درباس إلى المغرب ليتوجه غدا إلى نواكشوط لحضور القمة العربية التي تبحث قضية الأمن بالعالم العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وعشية القمة تعهد الوزراء العرب في اجتماعاتهم التحضيرية هزم الإرهاب، مؤكدين دعمهم كل المبادرات التي يمكن أن تساعد على إنهاء الأزمات، خصوصا النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا الإطار كشفت تسيبي ليفني الوزيرة السابقة للخارجية الإسرائيلية أن من أسمتهم دولا معتدلة في المنطقة تسعى إلى التحالف مع إسرائيل لمواجهة محور إيران حزب الله. موريتانيا تواصل استعداداتها لاستضافة القمة العربية العادية 27 في خيمة عملاقة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية. غادر رئيس الحكومة تمام سلام بيروت متوجها إلى موريتانيا للمشاركة في أعمال القمة العربية 27 التي تنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وسيجدد الرئيس سلام في كلمته التي يلقيها باسم لبنان في القمة التضامن مع العرب ورفض الخروج عن الإجماع العربي وكذلك رفض التدخل في الشؤون العربية. وسبق اجتماع القمة مؤتمر تحضيري لوزراء الخارجية العرب في قصر المؤتمرات بحثوا فيه 16 بندا تصدرتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية والأوضاع في اليمن وتطورات الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب. واختتم الاجتماع بتباين المواقف حول مشروعي قانونين، أحدهما يتعلق برفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية والثاني حول التوغل العسكري التركي في شمالي العراق. وكان هناك حفظ على الصياغات، وقرر مجلس الوزراء رفع القرارين إلى مجلس الرؤساء في اجتماع القمة. لن نقبل أبدا بأي تدخل خارجي في العالم العربي، وأن هذه الأمور التي يعني تم ممارستها عبر أكثر من عقد لن تكون مقبولة في الفترة القادمة. فرنسا تعي تماما بأنه من أجل إنجاح مبادرتها والوصول إلى مثل هذا التوافق الدولي حول المبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي للسلام، هي بحاجة ماسة إلى كل الدعم من قبل الجانب الفلسطيني، وهذا ما نحن نقدمه لفرنسا منذ بداية هذه الأفكار وحتى هذه اللحظة. وتتواصل التحضيرات في موريتانيا التي تستضيف القمة للمرة الأولى منذ انضمامها إلى جامعة الدول العربية سنة 73، وذلك بعد اعتذار المغرب عن استضافتها. وستعقد القمة العربية في خيمة قرب قصر المؤتمرات لعدم وجود قاعات اجتماعات كبيرة في نواكشوط. ويتصدر جدول أعمال القمة الأمن في العالم العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي قد قال إن القادة العرب سيستعرضون كل الأزمات في إطار مقاربة توافقية، وأبرزها تطورات الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن والعراق. كشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة عضو الكنيسة تسيبي ليفني أن دولا معتدلة في المنطقة تسعى إلى التحالف مع إسرائيل لمواجهة محور إيران حزب الله، مشيرة إلى أن هذه الدول ترغب أولا في قيام الإسرائيليين بإجراءات لحلحلة الصراع مع الفلسطينيين.
سلم اثنان من مناصري الإرهابي أحمد الأسير كانا قد لجأ إلى منطقة الطوارئ في تعمير عين الحلوة، سلما نفسيهما إلى استخبارات الجيش اللبناني على حاجزة عند مدخل التعمير، وهما محمود القاروط وبهاء برناوي، وكلاهما مطلوب للسلطات اللبنانية. وذكرت مصادر أمنية أن المذكورين تلقيا تهديدات بالقتل من أحد مسؤولي تنظيم جندي الشام الفلسطيني وهو هيثم شيم، وأنهما لجأ إلى أحد المشايخ الفلسطينيين في المنطقة وأبديا له رغبتهما بتسليم نفسيهما بسبب تلك التهديدات. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك عددا من أنصار الأسير يريدون تسليم أنفسهم، ومن بينهم يحيى العر، لكن العناصر الإسلامية المتشددة تمنعهم من ذلك. من جهة أخرى، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عزم شقيق الفنان فضل شاكر المدعو محمد عبد الرحمن شمندور تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، وهو متوار عن الأنظار في التعمير منذ أحداث عبرة. وكتب شمندور أنه قرر تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش في منطقة صيدا رحمة بأهله في هذا المخيم الذين يعانون الأمرين، شاكرا لهم حسن ضيافتهم وكرمهم وحسن التعامل وطيب المعشر. أهالي وادي خالد وفعاليتها يرفعون الصوت، لن نموت على أبواب المستشفيات. تزامنا مع إعلان وزير الصحة وائل أبو فاعور رفع التغطية الاستشفائية لمن هم فوق 64 عاما، ترتفع صرخة أهالي وفعاليات وادي خالد للمطالبة بحقهم بالاستشفاء، مؤكدين أن مرضاهم يموتون على الطرق قبل التمكن من حجز مكان لهم في المستشفيات التي ترفض استقبالهم فور علمها بأنهم غير منتسبين لأي جهة ضامنة. بدي وجه نداء وصرخة لمعالي وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فاعور. نحن في عنا مستشفى البناء صار جاهز بمنطقة وادي خالد، بيعجلوا بتفعيل هالمستشفى واللي هو ضمن منطقة وادي خالد بحيث أنه هالمستشفى يقدر يستوعب هالمنطقة، لأنه عم بنلاحظ ذهابنا لأقرب مستشفى وهو مستشفى سيدة السلام أغلب الأحيان ما عم بنلاقي سرير فاضي، حتى بحلبة ما عم بنلاقي، وتوصل معنا بنوصل لبيروت بطريقنا عم بيموت مريضنا من قلة الأسرة. حادثة وفاة 4 مواطنين من وادي خالد خلال شهر واحد جراء عجزهم عن إيجاد سرير على حساب وزارة الصحة خير دليل على الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء المنطقة. نأخذ الشخص مسافرين على المستشفى بأي مستشفى، يقولوا له مضمون، لا معك مصاري، لا، مجرد ما نعرف على وزارة الصحة بيقولوا له ارجع. نحن نتمنى أنه إذا مريض من عنا بده يروح بحالة طوارئ أو حالة إسعاف أو حالة حادث تستقبله المستشفيات كلها على حساب وزارة الصحة، وأي مستشفى ما بيستقبل مريضنا اللي بحالة طارئة راح نفوته بالقوة، إذا نضطر كلياتنا نفوت على الحبس، كسر المستشفى ونفوت على الحبس، ما عندنا مشكلة إذا ما بدهم يلبونا. الحالة المأساوية لأبناء وادي خالد دفعت برؤساء بلديات المنطقة لتنفيذ اعتصام رمزي، أكدوا خلاله أنهم سيلجأون للتصعيد لأن ما يجري غير مقبول. بعد الإعلان وعد صادق. أهلا بكم من جديد. في إطار زيارته الرعوية إلى عدد من البلدات، زار البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي بلدة عارية، وكان في استقباله النائبان حكمة ديب وناجي غاريوس وفعاليات البلدة، ورفع قوس النصر على مدخل البلدة وزينت الشوارع بالأعلام البطريركية واللبنانية، ورفعت اللافتات والصور المرحبة به. وتوجه الراعي سيرا على الأقدام إلى كنيسة سيدة النجاة في البلدة وسط حضور أمني كثيف. وبعد منحه البركة للمؤمنين من داخل الكنيسة، توجه الراعي إلى قاعة الكنيسة حيث التقى أبناء البلدة والفعاليات، وطالب الجماعة السياسية بأن يكون للدولة رئيس للجمهورية، وقال يجب أن نضع سدا بوجه الهجرة، ونطالب المجتمع الدولي بأن يفصل مشكلة الرئاسة عما يدور في المنطقة، ولكن في المقابل علينا نحن كلبنانيين أن نتخذ قرارا شجاعا حازما وطنيا داخليا لحل مشكلتنا. ذكرت صحيفة الديار أن النائب وليد جنبلاط يضحك حين يقال أمامه أنه من الأفضل الانتظار لمعرفة رأي الرئيس الأمريكي العتيد في رئيس جمهورية لبنان، ويقول يا عمي شو معتبرين قصر بعبدة لكريملين؟
في بعلبك كرم رئيس جمعية الناصر في لبنان والمهجر السيد مصطفى ناصر رئيس حزب توحيد الوزير السابق بأم وهاب بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وقيادات أمنية ورؤساء بلديات ومخاتير. وألقى وهاب كلمة أكد فيها إصراره على انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية. سأختصر بكلمات قليلة، سأقول بأن مرشحنا الأول هو ميشيل عون، والثاني ميشيل عون، والثالث ميشيل عون، والتاسع ميشيل عون، والعاشر هو من يسميه ميشيل عون. حتى لي نفضي البال وحتى لي ما حدا يراهن، حتى ما حدا يراهن على الوقت بهذا الموضوع. هذه المقاومة هي صاحبة وعد صادق، وليست في الحرب فقط صاحبة وعد صادق، بل في تحالفاتها هي صاحبة وعد صادق. لذلك وعدنا للعماد ميشيل عون هو وعد صادق. بعد الإعلان انتحاري في القاضمية. أهلا بكم من جديد. في العراق لقي 14 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 23 آخرون بجروح في هجوم نفذه انتحاري صباح اليوم في منطقة القاضمية شمالية العاصمة بغداد. وقال مصدر في الشرطة العراقية أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في ساحة عدن بمنطقة القاضمية شمال بغداد. وأوضح المصدر أن أضرارا لحقت بعدد من السيارات القريبة من موقع الانفجار، لافتا إلى أن القوات الأمنية طوقت المنطقة ونقلت الجرحى إلى مستشفى القاضمية القريب من موقع الانفجار. وقد تبنى تنظيم داعش التفجير الإرهابي. أكد رئيس الوزراء التركي بن علي الدريم أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة للجيش تقطع اختلاطه بالسياسة، وأضاف أنه سيتم حل الحرس الرئاسي واتخاذ تدابير تحول دون محاولة انقلابية جديدة. وشدد الدريم في مقابلة تلفزيونية على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الجيش، موضحا أن الكيان الموازي أي منظمة فتح الله جولن وكيانات أخرى ظهرت داخل الجيش، وقال أنه لا يمكن للجيش في الدولة العصرية أن يشكل مصدر تهديد لشعبه ووطنه، مشيرا إلى أن من أسباب سقوط الدولة العثمانية تدخل الجيش بالسياسة في سنواتها الأخيرة. يلدريم أضاف أن بلاده لن تسمح مرة أخرى بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين، مؤكدا اتخاذ السلطات سلسلة من التدابير بينها حل فوج من الحرس الرئاسي. أنهت السلطات المختصة بمطار القاهرة استعداداتها لإقلاع سولار إمبالس 2، أول طائرة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية متوجهة إلى أبوظبي في رحلتها 17 والأخيرة من جولتها حول العالم، والتي بدأتها في مارس أذار عام 2015 من الإمارات. وصرحت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران أن الفريق المختص بالطائرة الشمسية حدد توقيت الإقلاع بعيد منتصف الليل للتغلب على ارتفاع الحرارة الكبير في خلال عبورها الأجواء السعودية، على أن تصل الطائرة إلى أبوظبي بعد 48 ساعة من إقلاعها من القاهرة. وقاد الرحلة السويسري بيرتران بيكار ليثبت قدرة التكنولوجيا النظيفة على تغيير العالم ولتكون بداية لثورة تكنولوجية نظيفة. كان في هذه النشرة عشية القمة في نواكشوط الوزراء العرب يتعهدون هزم الإرهاب. هل يسلم شقيق فضل شاكر نفسه للجيش؟ أهالي وادي خالد لن نموت على أبواب المستشفيات. وأي مستشفي ما بيستقبل مريضنا اللي بحالة طارئة راح نفوته بالقوة إذا نضطر كلياتنا نفوت على الحبس. كسر المستشفى ونفوت على الحبس، ما عندنا مشكلة. في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.